مع مريم بخلال هالشهر المبارك الشهر المريمي، نشاطات كثيرة عم بتكون، ريسيتالات عم بتكون عم بتمجد مريم العذراء، ولكن صوت جابرييل عبد النور، صوت التينور الرائع لما بيكون بده يمجد العذراء، قد ايه رح بيكون فعلا هالريسيتال مميز مختلف بالصوت بالجو وبالإيمان وبالخشوع أيضا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك راني بكل المشاهدين. دايما بنفرح بوجودك معنا، ودايما بنفرح بالنشاطات كلها اللي بتقوم فيها، وتحديدا هالشق الديني اللي دايما موجود بحياتك. قد ايه بيعني لك هالموضوع؟ كتير بيعني لي، يعني هيدا الصوت بحب انه أعطيه هيدا المضمون، وبعتقد هيدا أقوى مضمون. يعني رغم انه غنيت لك لكبار الشعراء لكبار الفلاسفة، إلا أنه بيبقى المضمون الديني هو أقوى مضمون، لأنه عم تحكي بكلام ربنا، بكلام ربنا، وعم نحكي بها الريسيتال بالذات عبر الطقوس. مريم عبر الطقوس، ليه اخترت أنه ترتل لمريم بالطقوس كلها بلغات كتير أيضا؟ شو هالتحدي الحلو؟ يعني أولا لأنه الشهر المريمي، نحن بهالشهر الجميل ربيت من صغرتي، خاصة من ستة أخذت هيدي التراتيل المريمية، لأنه بشهر المريمي كانت تخدمهم هي هيدول. فمن ناحية وعيت على هيدي التراتيل اللي هي جزء من جيناتي، جزء من كياني، وفيما بعد أكيد ودائما هي جزء من إيماني. فإنه رتل للعذراء ونقطع بهالطقوس كلها هالمرة، بالنسبة لإلي لحظات فيها رانيا كتير من التجلي، لأنه موسيقيا عم بروح على كذا نمط، يعني مثل كانك عم تعمل إسكال بشي 10 بلدان بساعة واحدة حقيقة، لأنه من أقصى الإطار المشرقي لأقصى الأوبرا. هيك البرنامج رح يعني رح يتضمن، رح ابتدي بالأرامي اللي هي لغة المسيح أو لغة مريم، ورح أقول البيزنطين كان بالعربي أو باليوناني، ورح أقول أيضا السرياني، وفيما بعد بنفوت على التراتيل المريمية المعروفة، بالإضافة لقصص من الأوبرا مثل الأفي ماريا لشوبرت، قصص تانية بالإيطالي، ورح يرفقني كمان حوالي 100 مشترك ومشتركة من كورال ثانوية السيدة لراهبات الأنطونيات مردومة رومية. رح نشوف فيديو حضرت لنا إياه سوا، بنرجع منتابع حديثنا أنا وياك. العولم علمي نامي
من أمسيات دمشق هالترتيلة وهي الأبانة بالسرياني. صحيح. قلت لي أنه السرياني هو المفضل عندك، اللغة المفضلة مش عندك. مش كلغة بس، أنه إنما كطقس كموسيقى، خاصة إذا بنحدد أكثر عند السريان الأرثوذكس. يعني أنا غرفت كثير من هالمطرح، خاصة بإشراف الأب جورج جلور اللي بحييه وهو من حلب. حقيقة عملنا اشتغلنا على أكثر من على ريبرتوار كثير كبير بالسرياني، وتفاجأت حقيقة بهالأعمال قديش فيها شجن، قديش فيها شغل موسيقي كمان، وقديش يعني العالم العربي ممتص منهم وآخذ منهم ومتأثر فيهم. مثل أي يعني كتير قصص بالقدود وبجمل طربية بتلاقيها أنا متاخدة من هيدا الطقس السرياني. على كل حال هون كانت أمسية صوفية، كانت أمسية صوفية، يعني كان فيها شيء إسلامي، كان فيها شيء سرياني، كان فيها رحلة عبر الشعر العربي ومن شعراء متصوفين مثل الحلاج وغيرهم، حتى المتنبي وهيك، وكمان من الشاعرة والتشكيلية الكبيرة باسمة بطولي يلي حيكون ضمن ريسيتال كركي اللي رح نحكي عنه هلا، يلي رح بيكون الأربعاء ب 29 أيار 2019 الساعة 8 المساء بالكنيسة الخارجية للصرح البطريركي ببكركي. دخول مجاني، دعوة عامة للجميع، لأنه رح بيكون في أشياء مميزة كتير. كنا عم نحكي أول شيء عن اللغات، كنا عم نحكي عن ست باسمة أنه في لها قصيدة خاصة فيها. نعم. مريم من ألحاني بكونسير بكرة، وبعدين هو حنقطع بالطقوس كله مثل ما قلت الأرامي السرياني اللي بيزعط. اللغة قدي صعبة إنه تقدر تفهمها؟ خاصة يعني نحنا معودين على اللغات مثل الفرنسية مثل الإنجليزية، هيدول قصص سهلة، بس الأرامي أو السرياني أو يعني هالنمط من اللغات كتير كتير دقيقين. يعني رغم إنه الأرامي والسرياني بيقربوا بعضهم، إلا إنه كمان فيهم كتير اختلافات وبدي كمان تنتبهي لهم. اليوناني نفس الشيء، وقت الخ على الث على المدر، يعني طريقة لفظ الحرف كتير دقيقة حقيقة. ولهيك بيكون معي مشرف بكل لغة وبكل طقس من هالطقوس، لأنه كون حقيقة أمين للكلمة يعني 99%. قد ايه بتحب التحديات جابرييل؟ يعني حقيقة. بكل الأنماط الغناء واللغات يعني هو مش بس عندك الصعوبة باللغات، الصعوبة بالأنماط مثل ما قلنا الموسيقية، يعني رايح من أقصى الشرق ومقاماته لا أقصى الأوبرا، وهيدا الشيء بعتقد نادرا لأنه حدا يعمله. كورال ثانوية رهبات الأنطونيات بمرضومة رومية، تقريبا 100 شخص. نعم. بها الكورال رح بيكون في أكابيلا كمان كتير. رح غني بدون مرافقة موسيقية، رنم خاصة بالبداية، بيكون الجو بعده بإطار الخشوع أكتر بالقصص الأرامية السريانية البيزنطية، والموسيقيين قليلين رح يكونوا معك حقيقة. لأنه رح بيكون في كتير أكابيلا، ثلاثة معي ثلاث موسيقيين، إتيان عطلة على البيانو، صوفي زين أنون، ومروان معلوف على الناي، ومعنا كمان الطار يعني إيقاع. هدول بس حيكونوا موسيقيين، لأنه حقيقة الجو الخشوعي تبع الأمسية بيفرض هيدا الشيء، بالإضافة لبعض المقطوعات اللي هي مسجلة موسيقيا أوركستراليا. بعرف انه صوتك شوي تعبان اليوم، بدك تريح حالك من شان الريسيتال، بس ما فينا ما نطمع بهيك ترتيله صغيره. شو رح بترتل؟ رح نقول قطع على العذراء بالسرياني. توني مرتوبه الهوي مريم، جازيت دعت راس برمورو، رب طوب وشبيح دخرونو، خلع من أربون القولوسي
مريم مرات لينت لنتوبو خولهن شربو ستو المانو طعينو نو نتلو طبو زامن تان ضفه دي حوبتو الفروشة يعني فظيع الصوت. شو بدنا نقول جابرييل بالترانيم وبالأغاني وبكل الجديد لجابرييل عبد النور وهالتطور يلي عن جد عم بيكون كتير كبير. دايما الامباكت تبع الصوت علينا كتير قوي. جابرييل شو عندك تحضيرات جديدة غير الريسيتال؟ اني انهي ألبوم الصوفي لاني طولت فيه وحيكون ألبوم الخامس، بس بيعذبني شوي لانه بدي نحن والموسيقيين نشتغل لايف، عنكون بالاستوديو عم نسجل كلنا بنفس الوقت، وبتعرفي اذا هي الحاله من الترانسندنس ما عشناها كلنا عم بلغي اوقات اغنيه. يعني حقيقه كتير كتير دقيقه، لانه انا عندي ايمان انه اللي بيفوت على هالخط بده يكون بيشبهه، بده يكون عنده هو بعد سبيريتشوال، بده يكون مش بس عم بيقول كلام صوفي وقال نحن عملنا صوفي أمسية صوفية أو غناية صوفي، لا بده يعرف يتجلى، بده يعرف يعلى شوي. ولما هو أكثر الشخص بيكون عايشها بيقدر المستمع كمان يعيشها. 100% 100% ما فيك تغش. 100% حقيقة. جابرييل ما بتخاف من هالأنواع الموسيقية أو من هالأنواع الغنائية إنه ما توصل لكل الناس؟ شوف، الخوف اللي عندي بيرتبط مش بهيدي النقطة، لأنه أنا عارف أني أنا أخذ خط ثقافي صعب وخط صعب كمان، منه سهل لا من ناحية الكلمة ولا من ناحية الموسيقى، بس أنه الصعوبة على طول بتكون عندي لما أكون عم بمثل بلدي، لأنه كان إلي الحظ أني توجدت بمحافل عالمية كتير كبيرة وأني مثلت بلدي بكتير أماكن مهمة، وعطول أنا أمسياتي إلى بعد مش بس ثقافي إنما بعد رسمي عطول، مثل ما بكرة كمان حيكون بأمسية بكركي، بالحضور الرسمي أيضا الموجود والإعلامي وحضور أكيد ومباركة صاحب الغبطة ونيافة الكاردينال مارشال بطرس الراعي. فعطول عندي مسؤولية تجاه بلدي، عندي مسؤولية تجاه الناس اللي أنا بمثلهم، هيدي اللحظات يلي بيكون عندي فيها أوقات قلق. بس هيدا هو الموتور يمكن يلي بيخلي الشخص يتقدم، هالقلق هيدا وهالتراك هيدا او هالخوف من انه ما يكون قد، بس انت قد المسؤوليه وبزياده كمان. اهلا وسهلا فيك التنار جابرييل عبد النور. بنذكر بانه هالريسيتال رح بيكون الاربعاء ب 29 ايار الساعه 8 المساء بالكنيسه الخارجيه للصرح البطريركي ببكركي. وهيك منختم حلقتنا لـ MTV Alive اليوم، ولكن الموعد بيتجدد بكرة على الساعة 8:30 بمواضيع جديدة وبإيفنتس جديدة عم بيكونوا كمان بلبنان. باي باي.